بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الدكتور خالد من السعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات المهمة جدا في دراسة الأحياء الدقيقة. يعني كلنا درسنا وشفنا الطحالب، طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري، عبارة عن طحالب خضراء شفتها في أحد المناطق المائية. طبعا توجد مع هذه الخلايا، خلايا الطحالب، لا يقل عن 60 أو 70 نوع من الميكروبات، من بكتيريا وفطريات وأحاد الخلية وغيرها من الميكروبات والطفيليات والأحياء الدقيقة. وأنا أنصح يعني الباحثين في دراسة الطحالب بالذات المستنقعات ويعني الشواطئ البحرية والمناطق يعني التي توجد فيها تكثيف، يعني تكثيف كبير جدا، تكثف كبير جدا من الطحالب، كونها يعني في طحالب مفيدة طبية وفي طحالب أيضا ضارة. وأيضا ممكن تطور وتلقى فصيلة جديدة مفيدة في المستقبل للعلاج، يعني رفع المناعة أو علاج جسم البشر أو علاج جسم الحيوان وعلاج أيضا جسم النباتات. وأنا أنصح يعني في تطوير في هذا المجال، يعني مجال بحثي موسع وكبير جدا. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد من السعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم بعض العينات التي أخذتها من هذه العينة في فيديو مستقبل.